إذا للوقوف عند استفزازات إيران لدول المنطقة باعتراضها على تسمية الخليج العربي بمناسبة انطلاق بطولة خليج 25، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري. أستاذ جبار، مرحبا بكم. يعني كيف قرأتم شكوى اتحاد الكرة الإيراني للفيفا بسبب استخدام مصطلح الخليج العربي لبطولة خليج 25 المقامة في البصرة؟ كيف رأيتم ذلك أستاذ جبار؟ نعم، اهلا ومرحبا، تحياتي لك وللساده المشاهدين. مرحبا بك. ودعني ابارك لامتنا العربيه والشعب العراقي هذا الانجاز الرائع الذي تلاحمت فيه جميع شعوبنا العربيه من الخليج الى المحيط في عرس رياضي، بالرغم من ما يمر به العراق من وضع استثنائي بسبب مخلفات الاحتلالين البزيرين. نعم. ولكن أثبتت الشعوب العربية أنها شعب واحد وأنها تتشارك في الآمال وفي الأحلام وفي مستقبل إن شاء الله زاهر لهذه الأمة، ولا بد لهذه الأمة أن تنهض عاجلا وليس آجلا بإذن الله. أما بصدد الاعتراضات الإيرانية فليس غريبا، إيران كما تعلم شعوبنا العربية والعالم العربي بأسره والعالم الإسلامي يعلم أنه إيران تحتل الأحواز منذ عام 1924، وقد حصلت على هذا الهدية من الاستعمار البريطاني آنذاك. نعم. بعد أن وقفت مع بريطانيا ومع الاستعمار البريطاني خلال تلك الفترة لأنها قدمت من الخدمات الجليلة، فكانت الجائزة هي الأحواز العربية منذ ذلك الحين. وبعد عام 2003 تم إهدائها العراق وسوريا واليمن ولبنان كما نشاهد. نعم. إيران للأسف الشديد تحاول تصدير أزماتها الداخلية وما يحدث من حراك شعبي واعد، والشعب العراقي الشعب الإيراني مصر على إسقاط هذا النظام الذي أصبح حقيقة يشكل عبئا كبيرا ليس على العالم العربي والإسلامي وإنما على العالم بأسره. لأنه النظام الملالي في إيران قد تجاوز جميع الخطوط الحمراء وبدأ يضرب حتى في أوروبا، في ونحن نراقب عن كثب ماذا ما يقوم به النظام الإيراني. نعم. من استهداف للأمن والسلم الدوليين وليس فقط الأمن الإقليمي. أستاذ جبار، كما تعرفون البرلمان الإيراني طالب محمد إشاع السوداني بالاعتذار عن تسمية الخليج العربي بهذا الاسم. لماذا يعتذر السوداني وهو لم يتلفظ بها أصلا؟ ما الغاية والهدف من وراء ذلك؟ الهدف واضح، أنه أنت يا سوداني يجب أن تكون مكمل للمسيرة التي سار عليها سلفك من آخر رئيس وزراء مصطفى الكاظمي وما سبقه، بأنكم يجب أن تبقون تدورون في الفلك الإيراني وتأخذون الأوامر من النظام الإيراني، وإلا يستطيعون أن يغيروا السوداني، وكما يعني حصل في من تغييرات في النظام في ما يسمى العملية السياسية، بحيث يلهث اللاهثون لطلب المباركة في التعيين سواء كان رئيس برلمان أو رئيس وزراء أو وزير إلى إيران. إيران رسميا وبشهادة إيران وبهذا الصلف والوقاحة التي تمارسها إيران تقول أن إيران العراق هو جزء لا يتجزأ من العمق الإيراني، ومستعدة أن تضحي. كانت في السابق كانت تقول مستعدين أن نضحي بالأحواز مقابل الحفاظ على سوريا، واليوم بكل وقاحة وصلافة يقولون نحن مستعدون على التضحية في طهران مقابل البقاء في العراق. يعني استعمار صلف ووقح، وهؤلاء حقيقة بالرغم من الأزمة الخانقة التي يمر بها النظام الإيراني، ولكنهم يعني نرى الاعتداءات اليومية على الحدود العراقية والاختراقات على أربيل واستهداف أربيل واستهداف، ناهيك عن العمليات الإجرامية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني داخل العراق. طيب
أستاذ جبار، تعتقد أن هذه الأزمة المفتعلة يعني تعكس سياسات إيران التوسعية وأطماعها في المنطقة وفق ما وصفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، هل تعتقد ذلك؟ بلا أدنى شك، الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة تمارس التحية كما مارستها إيران منذ قرون تجاه العرب والمسلمين، والولايات المتحدة الإيرانية تعلم علم اليقين أنه من دمر العراق والمنطقة والشرق الأوسط برمته هي إيران. إيران أصبحت الأداة المدمرة والأداة التخريبية للأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، وأمريكا تعلم علم اليقين أين تذهب الأموال العراقية المهربة. الآن بدأت تتحدث وبدأت تؤشر كما نرى على مكان الخلل بما والأدوار الخبيثة والمدمرة التي يقوم بها العدو الإيراني في العراق وفي الدول الخليج، وما هذه الأزمة التي تفتعلها إيران. طبعا إيران بين الفينة والأخرى تفتعل الأزمات لجلب الأنظار ولحرف المسار التقارب العربي والانفتاح على العراق، لأنه حقيقة لا يريدون أن ينفتح العراق على دول على العمق العربي وتكون علاقات عربية أخوية طيبة وتبدأ الاستخبارات العربية ويرفع الحصار عن العراق، الحصار الذي للأسف الشديد أشقائنا العرب يجب أن يصلحوا الخطأ الذي ارتكبوه عام 1991 وما تلاه خلال فترة الحصار، والآن منذ أن تحتل إيران بشكل رسمي العراق منذ عام 2003 وأعتقد جازما أنه إيران في طريقها إن شاء الله إلى هذا النظام. نحن لا نعادي الشعوب الإيرانية لأن الشعوب الإيرانية أغلبها شعوب عربية. هناك فرق ما بين الحكومات والشعوب. هناك فرق. نقول العدو الإيراني يعني النظام الرسمي الإيراني الذي جلب لهذا العالم كل هذه الويلات والحروب والخراب والدمار للأسف الشديد. أستاذ جبار، هذا التصعيد من قبل إيران نسبه مراقبون هو تراجع نفوذ طهران الأقليمي والدولي، هل تتفق مع هذا الطرح؟ إيران باتت النظام الرسمي الإيراني وليس الشعوب كما أشرت قبل قليل. النظام الإيراني حقيقة يحتضر، والنظام الإيراني زائل لا محالة بإرادة شعبية وإرادة دولية، واليوم أوروبا حتى أوروبا بدأت تتحدث بأن هذا النظام يجب أن يزول ويجب أن يتوقف من التدخل السابق في شؤون الدول المجاورة وفي مقدمتها العراق، ولكنه يحاول جهد الإمكان أنه يعمل هذه المشاكسات والحركات الصبيانية للأسف الشديد بهذه التصريحات أو بهذه الاختراقات إذا صح التعبير لأجل جلب الانتباه بأنه صاحب نفوذ ويتحكم بالمنطقة، والعراق لا يستطيع أن يخرج من الحكم الإيراني. أستاذ جبار، المطالب الإيرانية بتسمية الخليج العربي بالفارسي، هل سيحرج وكلاءها في العراق أم أنهم سيقومون بالترويج لصالحها؟ طبعا حتى هذه اللحظة لم يبدر أي رد فعل رسمي أو حزبي حيال ذلك. هؤلاء للأسف الشديد الشعب العراقي ولله الحمد اليوم نحن حقيقة 85% من الشعب العراقي يرفض هؤلاء ويرفض أسيادهم ويرفض من جلبهم للعراق ونصبهم أسياد وسلمهم السلطة والمال والنفوذ. الشعب العراقي يراهن على الوحدة واللحمة الوطنية، وهؤلاء ليس لهم أي دور في في رسم السياسة العراقية أو في مستقبل العراق، وهم زائلون لا محالة بإرادة وطنية عراقية إن شاء الله، ولن تستطيع إيران أن تدعمهم إلى ما لا نهاية، لأنه عام 2023 وليعلم الشعب العراقي بإذن الله والشعوب العربية الشقيقة في الخليج العربي والعالم العربي إنه هذا الزوال زائل، هذا النظام زائل، وإن العراق سيعود إلى الحضن، العرب سيعودون للحضن العراقي وليس العكس، لأنه العراق كان ولا يزال وسيبقى البوابة البوابة الشرقية منذ أن تحرر العراق في القادسية الأولى وحتى قيام الساعة بإذن الله. من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي جبار الياسري، شكرا جزيلا لكم.